أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة الخط والإملاء، الصفحة 28، الوحدة الأولى، مجال العائلة. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشتراك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. وبطبيعة الحال اللي مشترك عندي فمرحبا به او مرحبا بها. على بركة الله غادي نبداو بحصة الخط. الاحظوا واكتب، لدينا هنا مجموعة من الحروف، حرف السين وحرف الشين، ولدينا جملة فيها حرف الشين وحرف السين. احسنتم. إذا هذا حرف السين، هذا الشكل هذا من حرف السين، نجده في أول وفي وسط الكلمة. إذا سوف نكتبه حرف السين، سين. إذا هذا الشكل نجده في أول وفي وسط الكلمة، حرف السين. جيد. ثم هذا الشكل الآخر من حرف السين نجده دائما في وسط الكلمة، دائما في وسط الكلمة. هذا الشكل هذا كنلقاوه دائما في وسط الكلمه. جيد. ثم هنا عندنا حرف السين، هذا الشكل نجده دائما في اخر الكلمه. هذا الشكل كنلقاوه دائما في اخر الكلمه، ما يمكنناش نلقاوه في الاول او في الوسط. كذلك ايضا حرف السين، ثم هذا الشكل هذا ديال حرف السين كذلك دائما كنلقاوه في اخر الكلمه، في اخر ماذا؟ الكلمه. جيد. ثم حرف الشين، حرف الشين هذا الشكل نجده في أول أو وسط الكلمة، يا إما في الأول يا إما في الوسط، حرف الشين. وهذا الشكل هذا من حرف الشين كنلقاوه دائما في وسط الكلمة، في الوسط، ما يمكنناش نلقاوه لا في الأول ولا في الآخر. هذا الشكل هذا كيكون في وسط الكلمة. جيد. ثم حرف الشين هذا الشكل نجده أين؟ في آخر الكلمة. الشكل هذا كنلقاوه دائما، هذا الشكل شفناه في السنة السابقة، حرف الشين. كذلك الشكل ديال حرف الشين نجده في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. جيدا. ثم لدينا جملة، نهذب الأشجار ونغرس الشتلات، نهذب الأشجار ونغرس الشتلات. المطلوب منا هو أن نكتب هذه الجملة، نهذب الأشجار ونغرس نغرس الشتلات. نغرس الشتلات بهذا الشكل هذا. إذا نهذب الأشجار ونغرس الشتلات، نهذب الأشجار ونغرس الشتلات. أحسنتم. إذا الآن ننتقل إلى حصة الإملاء. لدينا أتدرب، أملأ الفراغ بحرف السين أو حرف الشين. أملأ الفراغ بحرف السين أو حرف الشين، مطلوب منا هنا هو أن نملأ هذا الفراغ هذا بحرف السين أو حرف الشين. إذا الجملة الأولى، سباح، ص حرف سين، سباح. الجملة أو عفوا الكلمة الثانية، مسرع، مسرع. الكلمة الثالثة، فراش، فراش. كلمة الرابعة، سمكة، سمكة.
كلمة الموالية كب شن، كب شن، كب شن. الكلمة الأخيرة شكرا، شكرا. إذا كتبنا سباح مسرع فراش سمكة كبش شكرا. جيد، الآن ننتقل إلى السؤال الموالي. أكتب تحت الصورة الاسم المناسب، لدينا هنا صور، سنكتب الاسم المناسب لها يعني تحتها تحت الصورة أو مكان النقط. لدينا هنا فراشة، 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 فراشة. ثم سلسلة، 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 سلسلة. ثم مسطرة، 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 مسطرة. ثم مشط، 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 مشط. إذا كتبنا فراشة، سلسلة، مسطرة، مشط. أحسنتم. سؤال ثاني، أتذكر وأكتب الجملة الأولى من الفقرة الأخيرة. الجملة الأولى من الفقرة الأخيرة هي، إذا الجملة الأولى في الفقرة الأخيرة هي هذه، هي هذه كاملة، يعني كتبدا من في اليوم السادس إلى المتعة. إذا الجملة الأولى هي في اليوم السادس ركبنا الدراجات وخرجنا للتنزه نقطة. هذه هي الجملة الأولى، هذه يعني من هنا، عفوا، تالنا نكتبوها هنا في اليوم السادس ركبنا الدراجات، دراجات، وخرجنا اكتبوا هنا للتنزه، للتنزه. نشكلوها في اليوم السادس ركبنا الدراجات وخرجنا للتنزه نقطة. هذا الشكل، هذا في اليوم السادس ركبنا الدراجات وخرجنا للتنزه. احسنتم احبائي الصغار، بكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصة المجية. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء.